التبرع مش المقصود في التبرعم. تلجأ بعض أنواع البكتيريا إلى ظاهرة التبرعم اللي هو يبدأ كيف؟ شايفين الصورة هاي؟ بتبلش بروز في الجدار الخلوي، راح نلاحظ بروز في الجدار الخلوي، يصير عندي بروز والغشاء السيتوبلازمي. بعدين تتدفق السيتوبلازم والمادة الوراثية إلى داخل هذا البروز وينفصل هذا البروز، بصير ايش اسمه؟ برعم، بنصير اسمه برعم. يكبر البرعم بصير عندي حجمه كبير، وبعد ما يكبر البرعم ينفصل مكونا خلية جديدة. يعني مراحل تكوين البرعم اللي هو بروز بالجدار الخلوي للغشاء السيتوبلازمي في احد اطراف الخلية، يتدفق السيتوبلازم والمادة الوراثية الى هذا الجزء الممتد، يكبر البرعم ثم ينفصل مكونا خلية جديدة. واضح؟ في بعض أنواع البكتيريا وخصوصا العصوية ظاهرة بنسميها البراندنج أو التعضي، يعني بصير بنكون عندنا الاسطوانة، بصير عندي استطالة في الخلية البكتيرية، بصير عندي استطالة ومن الطرف، من الطرف واحد أو الطرفين. إيش اللي بصير عند الخلية البكتيرية؟ زي ما احنا شايفين هاي عندنا الخلية بتكون بشكل عصوي، الطرف ايش بصير؟ بنلاحظ انه هذه المنطقة بصير فيها حصر، بصير مرحلة تضيق في احد الاطراف او في كلا الطرفين، وبعدين ينفصل هذا الجزء مكونا خلية جديدة، مكونا خلية جديدة. وفي كمان انواع خصوصا للبكتيريا الاكتينومايسيتس اللي هي البكتيريا الخيطية اللي هي اشباه الفطريات. اشباه الفطريات تتكاثر ايضا بالتجرطم والامور هذه كلها زي الفطرية، بس احنا مش ذاكرينها، او احيانا تقوم بتجزئة الميسيليوم. احنا حكينا هاي اشباه الفطريات اللي هي الاكتينومايسيتس البكتيريا الخيطية، بصير عندي نظام التجزئة او التفتت، بتجزئ الميسيليوم تبعها الخيوط، وتستطيع كل خلية انتاج خلية جديدة اخرى. هذا بالنسبة كله تكاثر لا جنسي. هل يحدث تكاثر جنسي في الخلية البكتيرية؟ يحدث؟ لا، فعلا لا يحدث تكاثر جنسي في الخلية البكتيرية. احنا يا جماعة التكاثر الجنسي هو وجود خلية مذكرة وخلية مؤنثة، هذا في حقيقة النواة. لكن احنا الخلية البكتيرية البروكاريوتوك لا يحدث بها تكاثر جنسي، بمعنى اني اخذ جزء من الخلية الانثوية والخلية الذكرية اللي بهالصورة هاي. احنا متفقين انه عندي خلية ذكرية وخلية انثوية، بصير عندي نص المادة الوراثية، بطلع لنا الخلية المخصبة ايش بنسميها؟ الزايغوت. هذا المعنى التكاثر الجنسي مش موجود عندنا بالبكتيريا. الموجود بالبكتيريا هو انتقال مادة وراثية من خلية بكتيرية إلى خلية بكتيرية أخرى في عدة أشكال. أول شكل لعملية الانتقال إيش هو؟ اللي هو التحول، اللي هو التحول الترانسفورميشن. إيش المقصود في كلمة تحول؟ هو انتقال جزء من المادة الوراثية. خلية مالها بتكون لازم تكون الخلية قريبة إلها من نفس النوع أو شبيهة لإلها، ماشي؟ قريبة من نفس النوع، تنتقل من خلية بكتيريا تحللت. إحنا حكينا في طور الارتباك إنه في خلايا راح تموت، تتحلل. بعد تحلل الخلية بكتيرية تنتقل المادة الوراثية من خلية بكتيرية تحللت إلى خلية بكتيرية أخرى. لما تنتقل يا جماعة إيش اللي راح يصير؟ صار عندي عملية انتقال، البكتيريا اللي راح تطلع عندي هنا بكتيريا مالها تحللت ماتت، المادة الوراثية اللي هون انتقلت للخلية، يعني رقم واحد إلى اثنين، انتقلت إلى الخلية رقم اثنين. لما الخلية رقم اثنين بعد انتقال المادة الوراثية راح يصير فيها ايش؟ تكاثر ونمو. صفات البكتيريا المنتجة راح ايش مالها تكون؟ سلالة جديدة مختلفة تماما، صح ولا لا؟ راح تكون هنا السلالة تختلف، لأنها كانت عبارة عن انتقال مادة من واحد إلى اثنين، يعني راح تكون مختلفة، ماشي؟ النوع الثاني اللي هو مين؟ خلينا نتكلم عن الانتقال. الانتقال اللي هو ترانسديوكيشن، اللي هو بواسطة الفيروس، بواسطة الفيروس يتم انتقال مادة وراثية جزء منها بواسطة ناقل الفيكتور تبعنا اللي هو الفيروس، بنسميه الفيروس اللاقم البكتيريو فاج، البكتيريو
الفاج. هذا ايش بيساوي؟ ينتقل من بكتيريا، من خلية بكتيرية الى خلية اخرى. اثناء انتقاله من خلية بكتيرية الى بكتيرية اخرى ينقل مين؟ المادة الوراثية، ينقل المادة الوراثية. وايش بيساوي؟ بينتج لنا سلالة جديدة. يعني اجى البكتيريوفاج، خلينا نرجع على واحد واثنين اللي هون، اجى الفيروس. طبعا الفيروس يا جماعة بيتطفل على الخلية البكتيرية. بعد تطفله الفيروس على الخلية البكتيرية بكون استخدم واستغل المحتويات العضوية في داخل هذه البكتيريا. يقوم بنقل جزء من المادة الوراثية من الخلية الأولى إلى خلية بكتيرية ثانية. ماشي؟ هذه العملية ايش بنسميها؟ الانتقال، بنسميها الانتقال. وهذه يا جماعة الانتقال والترانسفورميشن والترانزكشن هم يقودونا لشغلة بنسميها الهندسة الوراثية، اللي هي نقل أو بنمسك صفات مرغوب فيها بنحطها مثلا على الفيكتورز اللي هو الناقل، بنخليه يصيب خلية ثانية وبندمج، مش هو نقل مادة وراثية من هون حطها في الثانية، الناتج رح يطلع برضه سلالة مختلفة، رح تطلع لنا بكتيريا بصفات جديدة. يعني هذه الصفات ايش مالها؟ جديدة، تختلف عن رقم واحد وتختلف عن رقم اثنين، لأن أخذت جزء من واحد وأخذت جزء من اثنين. وهذا اللي بفسر لنا أحيانا بيصير عندنا، نتكلم إحنا صارت بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، صح ولا لا؟ طلع لنا سلالات مقاومة. كيف بتطلع سلالات مقاومة؟ بطريقة الانتقال اللي هو المادة الوراثية من خلية إلى خلية أخرى. ثالث مرحلة من انتقال المادة الوراثية في البكتيريا اللي هو الاقتران البكتيري، بكتيريال كونجكشن. ايش اللي بيصير في بعض البكتيريا وخصوصا بكتيريا الايكولاي، نعرفها كلها الاشريشيا كولاي، في عندي بلازميد اللي هو يحمل عامل الخصوبه بنسميه اف بلس، وعندي اف ماينس. اف بلس وين بده يكون؟ اس بلس اف بلس بيصير عندي كانه مذكره، خليه مذكره، وF ماينس خلية مالها مؤنثة. عامل الخصوبة هذا يا جماعة زي ما احنا شايفينه عندنا بالرسمة اللي هو البلازما تقريبا، او عامل الخصوبة اللي هو الاصفر، ينتقل، بصير عندي انبوبة اتصال بين الخليتين، ينتقل هذا عامل الخصوبة اللي هو الF بلس اللي هي الخلية المذكرة، ينتقل عبر انبوب اقتران الى الخلية F مين؟ ماينس اللي هي اف سالبه اللي هي الفيميل. وبعدين بصير عندي الخليه اف ماينس تتحول الى ايش؟ اف بلس. بصيروا الاثنين مالهم اف بلس، تعتبر خليه مذكره. هذا عمليه الاقتران البكتيري، وهذه بسموها هي عباره عن شعيرات جنسيه بتكون موجوده في البكتيريا. واضحه؟ شايفين كيف بصير الاندماج؟ طبعا بصير عندي اندماج نفس النظام، لانه البلازم اللي هو جزء من الماده الوراثيه بتحملها، وبصير عندي شايفين الدي ان اي بتغير، وبصير عندي سلاله ايش مالها؟ مقاومه او تحمل صفات جديده، وخصوصا لما تكون عندنا مقاومه للمضادات الحيويه، نقل جينات مقاومه للمضادات الحيويه. يعني عملية الاقتران لو حدا بده يلخص لنا اياها، كيف بتتم عملية الاقتران؟ الاقتران الكونجكشن. بس نسمع يا بدر زميلة. انتقال المادة الوراثية، انتقال المادة الوراثية تتصل مع بعض عن طريق فتحة، انبوب اقتران، انبوب اقتران، وتنتقل المادة الوراثية من الاف بلس الى الى اف ماينس الى اف تنقسم وتصير بصير تتحول الخليه الاف ماينس اللي هي الفيميل، بتصير عندنا اف بلس اللي هي ميل، بتكون هذه اكثر عمليات الاقتران لتحويلها للمضادات الحيويه ومقاومه المضادات الحيويه. شايفين كيف واضحه؟ هاي انبوب الاقتران بالصوره هناك، خلايا هاي الصوره، هاي الخليه، وهي انبوب الاقتران.
دورة حياة البكتيريا. لو نيجي نجمل دورة حياة البكتيريا، الخلية البكتيرية بدها تدور على خلايا الكائنات الحية الهدف اللي هي بتحتاجها، لأنه كل بكتيريا إلها عائل، يعني بتدور على العائل المناسب. تستشعر البكتيريا فريستها حول من خلايا الكائنات بواسطة مواد كيميائية بتفرزها. أول شيء راح الخلية البكتيرية تفرز بعض المواد الكيميائية عشان تحدد هذه الخلايا. تتحرك البكتيريا إلى الخلية الهدف، إلى الخلية الهدف، وكيف تتعمل عملية الالتصاق؟ تتعلق بها بواسطة ألياف تشدها إليها أو الأهداف، زي ما تكلمنا أنه جميع الخلايا البكتيريا تحتوي على أهداف حتى تلتصق بالأجسام وفي السطوح. طيب بعد ما عملية الالتصاق هاي إيش اللي بده يصير؟ لقيت أنا الخلية البكتيرية صارت موجودة على الخلية الكائنات الحية أو الخلية الهدف. المطلوب إنه الخلية البكتيرية تتغذى على هذه الخلية. أول شغلة راح تقوم البكتيريا بإفراز بعض الإنزيمات حتى تخترق من جدار هذه الخلية. بتقوم ببعض الإنزيمات وبتعمل ثقب بالجدار، ثم تدفع نفسها البكتيريا في داخل هذه الخلية، وبعد ما تصير جواها بتسيطر على المكونات العضوية في داخل الخلية الهدف، وتقوم بالتغذية والنمو والتكاثر. وبعد ما تقريبا المادة الغذائية تكون خلصت تنتقل إلى الخلايا المجاورة. واضحة؟ هذه تقريبا سلسلة حياة البكتيريا. طيب زي البكتيريا شفنا أطوار النمو، أربع أطوار للنمو: طور التهيؤ، طور النمو، طور التبات، وطور الهبوط أو الموت. البكتيريا تحتاج إلى بعض المتطلبات حتى تنمو وتتكاثر. زي إيش بهذه المتطلبات؟ التغذية. قسمت تغذية، درجة الحرارة، البي اتش. راح نتكلم عن كل عامل بشكل مفصل، والرطوبة. أول عامل اللي هو التغذية. إحنا اتعرفنا بالنسبة للتغذية إيش عنا؟ في تادية التغذية وغير، يعني هيتيروتروفيك وأوتوتروفيك. بالنسبة للأوتوتروفيك اللي هي تصنع غذائها مالها بنفسها، يا إما راح يكون بشكل ضوئي اعتمادها على البناء الضوئي بواسطة أشعة الشمس، أو راح يكون عبارة عن شكل كيميائي، هو أكسدة المركبات زي النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت لتثبيت ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون. هذه بالنسبة لمين؟ الأوتوتروفيك اللي هي ذاتية التغذية. بالنسبة للغير ذاتية التغذية إيش اللي بده يصير؟ تعتمد على المكونات العضوية جاهزة من خلية أخرى. كيف عندي أشكال؟ قسمت هذه الأشكال إلى ثلاثة. إيش هما؟ أول حالة الرمية، التغذية الرمية. من اسمها الرمية، إيش المقصود بالتغذية الرمية؟ اعتماد البكتيريا على التحلل المكونات العضوية خارج الجسم. يعني عندنا الخلايا زي الجثث أو الخلايا الميتة، خلايا الميتة بتقوم البكتيريا بالتحلل هذه المكونات خارجها، وتقوم باستهلاك المكونات البسيطة لاحتياجها. ماشي، هذه الرمية. عندنا العلاقة الثانية التطفلية. من اسم تطفلية ايش اللي بيصير؟ تتطفل على الخلية الهدف باستغلال جميع المكونات العضوية، وتسبب لها الأمراض، وتسبب لها الأمراض. وهذا هو أغلب الأشياء اللي بتسبب لها البكتيريا الممرضة اللي بتصيب الإنسان، بتكون العلاقة إيش مالها؟ علاقة تطفلية. وهذا يتعاكس مع البكتيريا التعايشية أو التكافلية. إيش يعني تعايشية؟ من كلمة تعايشية إنها راح تعيش معي لا ضرر ولا ضرار، يعني راح نكون مع بعض. أنت بدك مكونات عضوية، أنا بكون عندي بتعملي لي خدمة. زي البكتيريا الموجودة بجسمنا اللي هي النورمال فلورا اللي بتكون موجودة في أمعاء الإنسان، في بعض المركبات اللي إحنا بنتناولها لا نحتوي أو لا نملك الإنزيمات اللي بتساعدنا على الهضم زي السليلوز والأمور هذه كلها. البكتيريا الموجودة في القولون وفي الأمعاء تقوم بهضم السليلوز، واحنا بنكون وفرنا المواد العضويه لهذه البكتيريا. كمان عندنا بكتيريا الامعاء تلتصق بجدار الامعاء، تمنع البكتيريا الضاره في خرق هذا الجدار. ماشي، يعني بكتيريا الامعاء بتكون من النوع مالها التكافلي او التعايشي. واضح؟ متطلبات نمو البكتيريا زي ما حكي، بدها مصدر للكربون، ومصدر للنيتروجين، ومصدر لا الطاقة والفيتامينات وبعض العناصر زي الكبريت والمغنيسيوم والحديد والصوديوم. ماشي؟ بالنسبة للرطوبة،
ايش اللي تكلمنا عن الرطوبة؟ هل الرطوبة ضرورية للبكتيريا؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. 80% من محتويات الخلية البكتيرية هو عبارة ماء. عشان تقوم البكتيريا بكافة الفعاليات الأيضية يجب أن تحتوي على ماء. بالضبط زي هيك. عشان هيك بنلاحظ إنه عملية التجفيف تبعت الغذاء تمنع البكتيريا على اختراقها. فعشان احنا بنقول احنا لما بدي اجفف زي الاوراق الملوخيه والنعناع والامور هذه بنكون عمليه تجفيف، بنشيل المحتوى المائي تمنع دخول البكتيريا. البكتيريا لما تلاقي انه الاغذيه المجففه بتكون غير مكان ملائم لوجود البكتيريا. واضح؟ عندنا درجة الحرارة، رح نتكلم عن درجة الحرارة. قبل ما نتكلم عن درجة الحرارة، درجة الحرارة ليش مهمة؟ تعتبر متطلب أساسي للخلايا البكتيرية. طب ماشي، هذه آخر مرحلة. إيش الثاني؟ اسمع صحيح إبراهيم، مو إبراهيم بيحكي إن درجة الحرارة بتأثر على فعالية الإنزيمات. الإنزيمات وين ضرورية يا جماعة؟ الإنزيمات وين ضرورية؟ بالتفاعلات الأيضية، التفاعلات الأيضية اللي يهدم أو بناء. عشان أنا تتم عندي أي تفاعل في داخل لازم إن إنزيمات. الإنزيمات تعتبر محفزات، تعتبر مالها محفزات. الإنزيم هذا له درجة حرارة معينة وكمان pH معين، فدرجة الحرارة كتير ضرورية لمين؟ للإنزيمات اللي هي المسؤولة عن القيام بكافة التفاعلات الأيضية، يعني عن نمو وحياة البكتيريا. ايش اللي بيصير عندنا في درجة الحرارة؟ عندنا درجة الحرارة زي ما احنا شايفين الكيرف. لو انا بدي ابلش مع البكتيريا من الاول، درجة الحرارة احنا بنعرف لكل قسمة الخلايا البكتيرية الى محبة لحرارات درجة الحرارة المعتدلة والمنخفضة والمرتفعة، يعني الها رينج. لو احنا بلشنا جبنا خلية بكتيرية وبدي اعرف انا قديش هي درجات الحرارة، اول الكيرف الخلايا البكتيرية ما فيها نمو بالمرة، يعني ما وصلناش، صح؟ لما بلش تنمو الخلية البكتيرية صرنا نرفع درجة الحرارة شوية شوية. أقل درجة حرارة تسمح للخلية البكتيرية بالنمو بنسميها درجة الحرارة الصغرى. درجة الحرارة الصغرى اللي هي المينيمم تمبريتشر، اللي هي اقل درجه حراره تستطيع الميكروبات او البكتيريا النمو عندها، واقل من هيك اقل منها بتموت، بتكون غير مناسبه. يعني اقل درجه حراره تنمو عندها البكتيريا بتكون ايش؟ درجه الحراره الصغرى، واقل من هيك بتكون تتوقف البكتيريا عن النمو. بعد ما نرفع درجه الحراره راح نلاحظ زياده في النمو، راح نلاحظ زيادة بالنمو، زيادة بالنمو، زيادة النمو لوصول إلى درجة الحرارة المثلى أو العظمى. إيش بنعرفها؟ هي أنسب درجة حرارة لنمو البكتيريا، يكون لها أعلى معدل نشاط أيضي، يكون معدل النشاط الأيضي إيش ماله؟ مرتفع، وصل الحد الأقصى تبعه. ماشي؟ بكون عندنا النمو سريع عند درجة الحرارة المثالية. صار عندي زيادة ارتفاع درجة حرارة، راح نلاحظ انه معدلات النمو راح يقل، صار عندي تناقص في معدلات النمو وصولا الى ما يدعى درجة الحرارة العظمى. الماكسيمم تبعتي ايش هي؟ اعلى درجة حرارة تستطيع عندها ان تنمو البكتيريا. وبعد الدرجة هاي ايش بده يصير في الخلية؟ راح تموت. يعني هذا الحد الفاصل، يعني لو زودت عنها درجة بسيطة تموت الخلية البكتيرية. لما نتكلم احنا عن البكتيريا المحبة للحرارة المعتدلة، يعني نتكلم عن رينج، يعني بدنا عندي صغرى وعندي مثالية وعندي عظمى. هنا البكتيريا المحبة درجة الحرارة المنخفضة الرينج تبعها من -5 ل 25، 25 هذه، ومحبة للإجبارية اللي هو من -5 ل 20 بتكون هان عنا، يعني بتكون اختيارية أو محبة أو إجبارية. وعند المعتدلة من 10 ل 47، من 10 ل 7
40، عند المرتفعة من 40 ل 80، وعند المرتفعة جدا الهايبر تمبريتشر اللي هو بتكون أكبر من 80 زي اللي بتكون عندنا موجودة في عند البراكين وفوهات البراكين. تفضل. بالنسبة لدرجة الحرارة المثالية هي أقل درجة حرارة بتكون فيها يعني تكاثر البكتيريا. صحيح، يكون عندها معدل نشاط عالي وأكثر معدلات النمو. العظمى حيكون فيها يعني موت أقل شيء. أعلى درجة حرارة تستطيع النمو البكتيريا بيها، بصير عندي نمو، بعد هيك رح تموت. يعني إحنا حكينا نرجع تاني يا شباب، نرجع تاني للكيرف تبعنا اللي هو وينه؟ كيرف هذا، إحنا هنا وصلت أقل درجة ينمو بنمو البكتيريا، هنا صار عندي الحد الأعلى، صار عندي نشاط، صرنا نرفع درجة الحرارة رح يصير عندي تناقص بالنمو، تناقص بالنمو، صح ولا لا؟ درجة الحرارة العظمى أعلى درجة تستطيع أن تنمو عندها الميكروب، بعدها إيش رح يصير؟ تتوقف عن النمو. لعند هون وبس، بعد هيك رح ندخل كأنها عملية قتل لها، ندخل عمليات التعقيم. نفس الكلام تقريباً اللي حكيته عن البي اتش رح نرجع نعيده على الحرارة، رح نعيده على البي اتش. ايش يعني البي اتش؟ اللي هو الأس الهيدروجين اللي هو درجة الحموضة. احنا حكينا انه الميكروب يحتاج او البكتيريا تحتاج الى بي اتش مثالية. ليش؟ لانها تؤثر على فعالية الانزيمات. تؤثر على فعالية مين؟ الانزيمات. لكل انزيم درجة بي اتش معينة. بي اتش شديدة الحموضة او شديدة القاعدة يشملها تعتبر مميتة وتسبب القتل للخلايا البكتيرية، زي ما احنا متفقين عندنا 7 ايش ماله؟ 7 متعادل، واكثر من 7 قاعدي، واقل من 7 حامضي. في عندي قسمنا الكائنات او البكتيريا، قسمنا البكتيريا على حسب البي اتش الى بكتيريا معتدلة، صحيح؟ المعتدلة الرينج تبعها من 5.5 ببلش ل8. المعتدلة من 5.5 ل8، وبعد الـ8 بنسميها بكتيريا محبة للقاعدية، بكتيريا محبة للقاعدية. اللي أقل من 5.5 بكتيريا محبة لإيش؟ للحامضية، زي بكتيريا اللي تشتغل في المعدة. المعدة كم عندنا البي اتش تبعتها؟ 2 تقريبا 2.5. البكتيريا اللي بتشتغل في المعدة بتكون محبة لدرجات الايش؟ الحامضية، بتكون بكتيريا محبة للحامضية، واضح؟ مين؟ لا يعني هي من 3 الرينج يعني وهذا هو التقسيم اللي هي بتكون عندنا بكتيريا حامضية، بكتيريا معتدلة، وبكتيريا قاعدية. بنتكلم عن الأكسجين، الأكسجين ضروري لحياة البكتيريا كلها ولا لا؟ مش كلها، قسمت البكتيريا على حسب احتياجها للأكسجين إلى هوائية إجبارية اللي هي لا تعيش إلا في وجود الأكسجين، وعندي هوائية لا هوائية إجبارية لا تعيش إلا في غياب الأكسجين، ما بتعيشش، وإذا وجد الأكسجين تموت، إذا وجد الأكسجين مالها تموت. وعندي اختيارية التهوية اللي هي تعيش، تستطيع العيش بوجود أو في غياب الأكسجين، ولكنها تفضل إيش؟ وجوده. وعندنا قليلة التهوية اللي بتكون تعيش، صح تعيش بالأكسجين لكنها تفضل عدم وجود الأكسجين، أو بنسميها اختيارية لا هوائية. الاختيارية لا هوائية ممكن تتسمى قليلة التهوية، اللي تحتاج إلى وجود ثاني أكسيد الكربون، صح؟ وعندنا ثاني أكسيد الكربون كمان ضروري لبعض البكتيريا، وفي عنا بكتيريا تحتاجه بشكل أكبر بنسبة 5 إلى 10 زي نيسيريا والبروسيلا. الضغط الإسموزي تحتاج البكتيريا إلى ضغط إسموزي إيش ماله؟ متعادل حتى تنمو وتتكاثر. المنخفض والمرتفع إيش اللي راح يسوي في الخلية البكتيرية؟
هاي عندنا الأكسجين اللي هو لا هوائية إجبارية واختيارية واختيارية وإجبارية، في بعض الأمثلة لإلهم. عندنا الضغط الإسموزي، تحتاج البكتيريا إلى وجودها في وسط غذائي متعادل حتى تتم عملية النمو.